يعني الكلام الآن عن يعني مثلا يتصدر المشهد في الدعاية الانتخابية المسألة الاقتصادية، كيف يتم التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر في ظل الظروف والتحديات الموجودة، سواء كانت بتواجه مصر أو بتواجه العالم كله نتيجة حروب ونتيجة أحداث عالمية يعني خارج عن السيطرة، يعني ومؤثرة في كل دول العالم الحقيقة. فكرة رفع الفايدة وفكرة تدبير الأموال فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، فكرة التعليم والصحة، القضايا ذات الأولوية لدى المواطن المصري بيطرحها المرشحين وبيطرحوا آرائهم وحلولهم. لكن في كمان يعني القانون بيحدد يعني بعض العناصر المهمة في الدعاية الانتخابية، يعني هناك محظورات في الدعاية الانتخابية. على سبيل المثال مثلا التهديد باستخدام العنف أو استخدام العنف أو فكرة أنك تستخدم المنشآت الحكومية أو وسائل النقل والمواصلات في الدعاية أو دور العبادة أو المؤسسات التعليمية، يعني هناك سياق يجب أن يتم احترامه والحرص عليه وأنت بتعمل الدعاية الانتخابية. مثلا تكلفة الدعاية الانتخابية للحملة يجب ألا تتجاوز 20 مليون جنيه. بعض المرشحين بيروا أن هذا الرقم في ظل الظروف الحالية ليس كافي. بعض الآخر يتحدث عن ترشيد أو الاستخدام الأمثل لهذا الرقم، وبالتالي تحصل على أعلى استخدام له وتحصد أعلى نتائج.